مساكم الله بالخير مع فقرة سؤال وجواب. وأول سؤال دسم بفصل فيه شوية. أول شيء من ناحية الولاية في الزواج، البنت ما تتزوج إلا بولي، صغيرة كبيرة بكر ثيب لازم ولي، الولد ما يحتاج ولي. احنا نتكلم عن الوليها. طيب الآن رضا الوالدين، البنت لو تبي تتزوج أبوها مو راضي، لها حق ترفع إلى القاضي أمرها أبوي مو راضي يزوجني، والقاضي يبحث يشوف أبو معه حق ولا مو معه حق عشان يأخذ الولاية منه أو لا. طيب الولد لو بيتزوج بدون رضا والدينه يقدر يتزوج، لأنه مو شرط أنه الولي أصلا. لكن مع هذا وكله ما ننصح أبدا بالزواج من غير رضا الوالدين. طبعا البنت وضعها أصعب بعد، ترفع قضية على أبوها، مو زينة اجتماعيا، مو زينة، حالات خاصة نادرة. الولد نفس الشيء، يعني أبوك هذا يوم وأمك يوم يفرحون فيك، أنت تكسرهم وتتزوج بدون رضاهم، أيضا ممكن يكون في حالات خاصة، لكن هذا بشكل عام ما ننصح فيه. طالما الوضع مثل ما ذكرت ان شاك اني ارجعهم لك او لا، فما تطلع عليهم زكاة. لما تقبضهم خلاص يبدي تحسب لهم حول وتالي تطلع عليهم زكاة ان شاء الله. اتوقع تكملة السؤال ثم يستطيع ان يختار اللي يبي. اولا، في فرق بين اني اتعلم واتعرف على الحكم الشرعي واقرأ المذاهب والادلة والردود، هذا بالعكس هذا طالب علم شرعي وممتاز، هذا للاجر الانسان فيه. لكن مو كل من يقرأ هذه المذاهب يحق له أن يتخير منها ما شاء وأن يفصل بينها وأن يرجح، هذا محتاجة عالم مجتهد. فمسألة عرض المذاهب لنا إحنا بشكل عام ما نقدر إحنا نقول والله أنا أختار هذا، هي مو مسألة مزاج، هي مسألة ترجيح، والترجيح لا أصوله ولا ضوابطه ولا قواعده، في أصول فقه يدرس التقديم والتأخير، الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، كلام طويل. هذه العملية يقوموا فيها للعلم، فهم يعطونا الراجح من هذه المذاهب. أما إحنا نبي نتعرف على المذاهب ماشي، بس ان انا ابحث عشان اختار من عندي لا، الا اذا وصل الانسان لمرحلة انه يكون مجتهد يقدر انه يرجح بين الاقوال. اي نعم الحديث صحيح، لكن مو معناته كفر يعني خارج من الملة برا الاسلام، لا. في اعمال النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليها كفر يسمونه الكفر الاصغر، مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني لو مسلم قتل مسلم أو قاتل مسلم فهذا كفر. طيب لو أحارب مسلم يعني أنا كفرت؟ لا لا، هذا الفعل اسمه كفر، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، مو يطلع من الإسلام مشرك، لا، هذا الفعل شرك، يسمونه الكفر العملي أو الكفر الأصغر، الشرك الأصغر. فمو كل شيء ينقال عنه كفر أو شرك فمعناته يخرج الإنسان من الملة، منها هذا كفر، مو معناته أنه يطلع من الملة، لكن هو إثم عظيم ولا شك. جماعة الخير، عشان نعطي الأحلام والرؤى حقها، الرؤى والأحلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة، بس ما تتعدى تكون بشارة. ممكن واحد يرى رؤية تبشر بالخير، مثل السؤال تصبر الواحد، تهديه، تفرحه، ممتاز، لكن لا يتعلق قلبي فيها. يعني مرات بدل ما هي بشارة تكون مزينة يظل يخاف ويحاتي وحالته حالة، أو يشتغل بمقتضاها، يعني حلم أنه رأى في المنام أنه يسوي كذا والمفروض فيروح يتصدق، ما له شغل، ما له شغل، أنت مو قاري نص شرعي عشان تروح تشتغل فيه، هذا حلم. يعني غير هذا أصلا، تعال أنت فرق أول شيء بين الرؤى والحلم، يعني اشدرك أن اللي أنت شفته مو من الشيطان، اشدرك أن رؤية حق، يعني ترى مو دائما الواحد يميز. فإحنا لا نعطي الأحلام والرؤى أكثر من حقها، إذا كان فيها خير نحمد الله عليها ونشكره ونستبشر نفرح إن شاء الله، بس لكن ما نبني عليها قرارات وأشياء في حياتنا. والله أنا يعني بالنسبة لي لا، مو مسجلة للأسف. ممكن ما أدري إذا تدخلون على أبليكيشن الإذاعة أو شيء، أنا ما عندي علم. اللي عنده أحد يا جماعة علم في شلون نحصل مادة يعني خلصت في الإذاعة أو مسجلها جزاها الله خير، يرسل لنا إياها خلنا ننزلها حق إخواننا وأخواتنا عندنا. وهو مو المقصود أن هذه الأعمال يعني من مواطن الدعاء، الواحد يتوسل إلى الله بهذه الأعمال وغيرها، يعني هذه أمثلة، يعني أي عمل صالح سويته تقول يا رب إن كان هذا العمل خالص لوجهك فعطني كذا، ارزقني، اشفيني، اللي تبي. فالعمل الصالح إحنا نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، ختمة القرآن، مجلس ذكر مثلا في ختامه، شيء طيب يعني هذه الأعمال، تصدق الإنسان، صلى ركعتين نافلة، راح عمره، أي خير سوى ساعد إنسان في موضوع معين، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. يا رب إن كان هذا العمل خالص أنت وفقتني له، يا ربي تعطيني اللي أطلبك. يعني كاتبة في السؤال أختي سبب التأخر في التوبة والانضباط في الصلاة أني أخاف أخطئ، ليش؟ وهل اللي أنت فيه صح يعني؟ يعني كونك أنت مو منضبطة في الصلاة هذا صح؟ هذا أكبر خطأ ويوصل لمراحل خطرة، يعني العلماء في خلاف في الكفر أصلا، الكفر الأكبر مو الأصغر.
شيء ثاني مسألة تعلم الصلاة، ترى ما فيها ماد يعني بساعد زمان ممكن عادي يتعلم الصلاة، الموضوع سهل جدا. وأنا دائما أقول يا أخواني إخواتي الصلاة ما فيها نقاش، والله أنا قوم صل بعدين سولف، بس أحس إن صل بعدين تعال كلمني أو ناقش نفسك، لا طلع لك أعذار. ودائما أضرب مثل بالدوام، أنت الدوام كل يوم تروح لك خلق، لا إيش حاجة منضبط بالدوام وأنت كل يوم تقول متتقاعد ليش منضبط؟ فيها فلوس تعرف إنه يخصم عليك، صلاة فيها جنة ونار، فلك خلق مالك خلق، مزاج تعبان روح صل حبيبي، الدوام أنت تروح تداوم تصلي مثل ما تداوم وأحسن، ولا تحمل، هذه صلاة مو لعب. اللي فهمته من السؤال إن الواحد ما راح يتزوج الحين لأي سبب كان، فشلون يشغل نفسه؟ اللي فهمت إذا كان هذا الجواب، أول شيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم، أول شيء صوم، هذا واحد يعني كبرنامج لك يعينك على الموضوع أنك يصبرك هنقول على ما تتزوج. اثنين اشغل نفسك بدنيا وذهنيا، بدنيا بالرياضات بالأعمال، ذهنيا بالقراءات بالتعلم باللي هو. الأمر الثالث خليك علاقات اجتماعية. الأمر اللي بعده هوايتك اللي أنت تحبها ايا كانت، انا ما ادري شنو هي، هذه تاخذ من وقتك يعني شيء زين. والزواج تعرف النهايه هو رزق، حاله حال اي رزق في الدنيا، ممكن احصله ممكن ما احصله، ممكن يجي الحين ممكن يجي بعدين، الواحد يسعى له ويتعب عليه، لكن هو مو كل شيء في الدنيا يتمناه كل انسان رجل او بنت، لكن مو كل شيء بالدنيا، ما نهون من شأنه مهم، لكن مو كل شيء بالدنيا. اول شيء بالعافيه، 50 فلس 100 فلس 40 دينار كله دين، لازم تسدد اللي عليك، دين مو بكثرة وقلته، هذا حق لشخص ما لازم تعطيه دين، حتى لو كان 100 فلس لا هو تسامح فيها، هذا شيء ثاني. ما في أحد يقدر يتأكد إن الله يحبه ولا راضي عليه، هذا شيء غيبي، لكن في أشياء تبشر بالخير، في علامات يعني تدل على إن شاء الله أنت على طريق زين. من أهمها إن الله شاغلك بطاعته، هذا وايد مهم، إن رب العالمين شاغلك بطاعته، وقتك يومك برنامجك تشوف في وايد من طاعة الله من الأشياء اللي رب العالمين يحبها، هذه علامة طيبة. يعني هذه سوت ذنوب ومعاصي ومشكلة ضررها متعدي، مو شيء بينها وبين الله، ورطت ناس معاها واخدعت ناس وأضلت ناس، فتتوب وتستغفر الله عز وجل وحاول تنشر خير مثل ما انشرت الغلط والشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت سيئة فعمل حسنة مباشرة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، إذا معصيتك سر بينك وبين الله سو طاعة سر بينك وبين الله، وإذا سويت معصية علانية يعني مثل هالسؤال ورطت ناس ودخلت ناس مع مشاكل، فتسوي حسنات علانية مقصد قدام الناس، خلي تحاول مثل ما وصلت شر تحاول توصل خير وأجر للناس، وعسى الله يتوب علينا جميعا يا رب. اي نعم تصح إمامة المسافر المقيم، يعني راح يصلي ركعتين هذا إذا قصر الصلاة مثلا، والمقيم اللي وراه يكمل ثلاث أو أربع حسب صلاة مغرب أو غيرها من الصلاة، ما في بأس إن شاء الله. اي ونعومك هالعمرات الطيبة والخدمات الحلوة اللي قدمونها بعض الجمعيات، جزاهم الله خير، يعني هذه خدمة تقدمها الجمعية لأهل المنطقة المساهمين، فتعطيهم شيء سعر غالي بسعر أنزل، وأحيانا حتى يكون مجاني يعني سعر رمزي، فعسى الله يعطيهم العافية وربي يتقبل من الجميع.